ليش لحتى أضربك على راسك وإجرحك؟ في طريقة أحسن من هاي. استني شوي هون، أنا جاي. وجان لا تتطلع فيني هيك، أنا فهمتك القاعدة. شو الفرق بين ساين وكوساين؟ ممكن أقعد؟ أقعد دروك. إيه تفضل. يلا أوجان حل هالمسألة. رح أقول لك شو فهمت ابن عمي. الزاوية المقابلة اللي ضلت لحالها لها علاقة بالحل. شو صار لك أوجان؟ المسألة حلها كتير بسيط، بس أنت شغل مخك شوي. أوجان أنا فهمتك القاعدة وعطيتك الساين والكوساين، ليك 12 على 13 ناقص 5 على 13. إيه؟ وبعدين؟ لك الله ياخدك شو غبي. فكر فيها، حلها كتير بسيط يا أوجان. ها؟ ورح قلك النتيجة كمان 7 على 13. هي هي. طيب وانت ليش عصبت هلا؟ يعني أنا ذكي بشغلات تانية مو برياضيات، شو أعمل؟ بس عن جد كتير سهل، يعني بكفي تحفظ القاعدة. شفت؟ عن جد دورو؟ شو رأيك تعطيني دروس خصوصية؟ ها؟ أنا منيح شوي بهالمواضيع. رح نحل مسألة، يلا. بكفي بقى ابن عمي، شو اللي ما عم تفهمه يا أخي؟ أنا شغلي على المسرح مو برياضيات. رح تحلها، يلا لشوف. يلا. نحن متزعلين؟ لا ابدا. استنى، انا رح اتفرج وبس، ما رح اتدخل. حبيت اقول لك هذا الشيء من هلا مشان ما تقول لي بعدين ليش ما ساعدتني وضليت قاعد. تمام يا رفيقي، ما في مشكله بنو. شو قصدك بهالحركة ها؟ خدهم من هون. دوروك لا تعصب بسرعة، اهدى شوي، ما عندي نية سيئة.